نوع من العصافير هو فقط بيتواجد بمنطقة محددة من الشرق الأوسط بالجبال القاحلة الجافة وعلى طول الوديان والتلال، وهو اجتماعي بامتياز، فغالباً ممكن تم مشاهدته بأسراب بتوصل للـ200 طائر. العصفور الوردي بيتغذى على أنواع معينة من النباتات. بدنا نشوف كيف عم يكون الطقس. عم تميل درجات الحرارة ارتفاع لتصير أعلى من معدلاتها بقليل، والجو خريفي عادي بين الصحو والغائم جزئياً بشكل عام. أما ليلاً عم يكون الجو بارد، خاصة على المرتفعات الجبلية مع نسبة رطوبة مرتفعة بالمناطق الغربية خلال ساعات الصباح الباكر. أما الرياح فعم تكون شرقية لجنوبية شرقية بين الخفيفة والمعتدلة، عم تتراوح بين 8 وال 15 كيلومتر بالساعة. بالنسبة للرطوبة فعم تتراوح بين 50 و 85%، أما البحر خفيف ارتفاع الموج ودرجة حرارة الماء 25 درجة. من ثلاث أصل العاصمة دمشق يلي عم تكون الأجواء فيها مشمسة وعم تسجل عليا 29 درجة. رح ننتقل على المحافظات السورية، ورح نبدأ مثل العادة الجولة من المنطقة الجنوبية. فالطقس عم يكون مشمس، عم تسجل بسويدة 28 درجة، بدرعة 28 درجة، وبالقنيطرة 25 درجة. بالمنطقة الوسطى بحمص وحما عم تسجل فيهم درجات الحرارة، عم تسجل الحرارة العليا بحمص 29 درجة والطقس غائم جزئيا، أما بحما عم تتراوح بين 16 و28 درجة. رح انتقل هلا على المنطقة الساحلية على طرطوس اللاذقية ولواء اسكندرون، فالاجواء عم تكون فيها غائمة جزئيا وعم تسجل 26 درجة، باللاذقية 28 درجة، بلواء اسكندرون طقس مشمس والعليا عم تسجل 26 درجة. رح كفي هلا على المنطقة الشمالية على ادلب وحلب، فالاجواء مشمسة وعم تسجل عليا بادلب 26 درجة، اما بحلب عم تروح بين 15 و26 درجة. اخيرا رح اختم جولتي مثل العادة بالمنطقة الشرقية رقة الحسكة ودير الزور، فالاجواء عم تكون غائمة جزئيا، بالرقة عم تسجل 27 درجة، اما بالحسكة مشمسة والعليا 26 درجة. استديمي بدير الزور وعم تسجل 28 درجة. اخبار الطقس اليوم خلصت، لاقوني بكرة وبخير.